مصادر الافكار لانشاء المشروع. بالنسبة لمصادر المعلومات لاكمال الدراسة خلال واثناء تطوير الفكرة فهي متعددة امام رائد الاعمال ومن تلك المصادر المهمة الغرف التجارية. الغرف التجارية وذلك من خلال اللجان المتخصصة والنشرات الدورية والاحصاءات التي تقدمها الغرف التجارية. ثانيا المعارض التجارية خاصة المعارض ذات العلاقة بفكرة المشروع من خلال الالتقاء بأشخاص لهم او نفس الاهتمام ثالثا المجلات التجارية لكل صناعة مجلة خاصة بها يمكن الاستفادة من هذه المجلات في الحصول على افكار ومعلومات لإنشاء المشروع الريادي رابعا المقابلات الشخصية مع المجربين والممارسين ولا بد على رائد الأعمال أن يحرص على الالتقاء بالعملاء المستخدمين والمنافسين المحتملين للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات خامسا الخبراء والمرشدون طبعا الخبراء والمرشدون المتواجدون في الكليات والجامعات والمكاتب الاستشارية والمهنية واستخدام التطبيقات التي فيها مرشدون ويعني وخصوصا الان مع التطبيقات والذكاء الاصطناعي، كل هذه الاشياء تساعد رائد الاعمال في الحصول على المعلومات لتعزيز فكرته ومشروعه الريادي. الجهات الداعمه مثل منشات والكثير من حاضنات الاعمال التي تقدم خدمات استشاريه. المكتبات يمكن الاستفاده من المكتبات كمصدر لافكار لانشاء المشاريع الرياديه في فهم الاسواق وتحليل الصناعات. واخيرا عندنا المجموعات والمنتديات عبر الانترنت من خلال التحدث ومناقشه الافكار مع مجموعات مهتمين بالمشروع ولديهم خبره في مجال الصناعه. وبعد معرفه مصادر الافكار لانشاء المشاريع الرياديه يجب التاكيد على مجموعه من النقاط، اولا ان تطوير الفكره الناجحه يحتاج الى وقت كافي، ثانيا في تطوير الفكره يجب الاستشاره والمشاوره مع اهل الاختصاص، ثالثا تتطلب الفكره المميزه البحث العميق.